السلام عليكم إخوان، تحياتي واحتراماتي للجميع. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معي دائما معكم مراد معارف، هذه إطلالة جديدة على مستوى اليوتيوب تتبمل الموضوع اللي كنا تفاعلنا فيه في الفيسبوك، كذلك في بعض مجموعات مع الإخوان في الواتساب، واللي طرحنا إشكاليات يعني مفهوم يعني المغالطات في ميدان الهواية ديال تربية الطائر المحسون، يعني بجميع المستويات سواء في التلقين ولا في ليلفاج كما نقولوا. أنا غادي نحاصر في هذا الفيديو غير على اختصاص ديالنا اللي هو التلقين، واحد الممارسة اللي كنزاولوها منذ سنين في المغرب. دونك هذا هو الإطار اللي غنتكلمو فيه اليوم، ولتوضيح ماذا نقصد بين قوسين بأساطير الأولين، بالخزعبلات، بحكاية ماما غولا، بالخرافة كما نقولوا، بدون أننا نمشيو لتعريف مفهوم الخرافة ولا هذا، فالإخوان كلهم كيعرفوا شنو هي الخرافة، اللي هو أساسي في الهواية ديالا، لأنها كتشكل يعني طبقات ومجموعة من لي كاتيجوري ديال الموالي. حنا الجيل ديالنا، الجيل ديالي، كنهضر على الجيل ديالي، جا ما بين واحد جوج اجيال. الجيل الاول اللي كنعتبرو حنايا الجيل ديالنا كيعتبروا الجيل الاول، هما الاخوان اللي تعلمنا عليهم الولاعه وجالسناهم، اللي كنسميهم بين قوسين شيوخ ديال الولاعه، اللي نكن لهم كل الاحترام والتقدير، وكنعرف اش كنقول، والكلمات ولا الجمل اللي كنطق بها الان يعني عن قناعه. ملي كنقولوا كنحترموا الجيل الاول، فنحترم الجيل الاول، لان مهما كان فهو الواقع اللي كنعيش فيه واحد الواقع اللي يجعلو انه يكون في واحد المستوى معين، ونحترم الجيل اللي جاي من بعدنا، يعني جيل الشباب. فلا بغينا نقولوا حنا جينا في واحد، دائما كنهضر على الجيل ديالي انا، جينا في واحد ما بين هاد جوج ديال الاجيال اللي ما عندهم حتى علاقه بيناتهم من ناحيه الواقع ديال الهوايه. نعطيكم واحد المثال بسيط، باش نتفاهم. مثلا فرضوا ان مثلا مراد معارف هو واحد المولوع، كانوا جالسين في واحد المنطقه، هذه واحد مثلا 2000 عام، جالسين في البحر، جالس انا وياه وكنشوفو الماج جاي، وننسول هذاك المولوع اللي معاه. بين قوسين حنا دابا راه في 2000 عام، باش تعرفوا الطرح ديالي فين غادي، وباش الاخوان يفهموا الاشكاليه اللي كنطرح انا في الهوايه. غادي نقول هذاك المولوع اللي جالس حدايا في 2000 عام، واش عرفتي المنبع ولا السبب ديال هاد الامواج؟ غايقول لي لا ما عرفتش. ما عرفتيش، اذا انا غنقول لك، يعني حتى سولتو عرفتو بانه جاهل لهذه المعلومه، وغادي نعطيه واحد المعلومه اللي هي جاهزه حيت انا عارفه. غادي كتدخل في اطار المغالطات المنطقيه بين قوسين، انه مغالطات الجهل، استعمال الجهل ديال واحد باش تمرر ليه واحد المعلومه اللي غير ما عندهاش دليل، وفي هذيك الوقيته كاع الناس عارفين شنو هو داك شنو هو السبب ديال ديك الامواج. غنقول ليه راه هاد الامواج راه السبب ديالو واحد الاله كيقولوا ليه طور، وفعلا كان هاد ماشي طور، بوزيدون. كانوا شحال هادي كيعتبروا بالعلم كاين واحد الاله بوزيدون هو اللي كيجيب الامواج للبحر. اذا هذا صافي لقنتو، عطيتو واحد التلقين، علاش اللي كيدور بجنابه كيلقى جميع الناس كيقولوا بانه المسبب ديال هذيك الموج الامواج هو بوزيدو، هو اله الامواج. غادي نجيو دابا للواقع ديالنا المعاش في 2023، واش تقدر شي واحد تقول ليه بانه السبب ديال الامواج هو اله ديال الامواج؟ لا يمكن، لان عندنا قناعه بان المسبب ديالتي هو الله سبحانه وتعالى. حتى ماشي غير في 1400 عام، فهذيك الساعه كنا جالسين
ونبداو نجيبهم في الهضره مع انسان غتقول ليه لا راك راه الله هو المسبب ديال هادشي. يعني الواقع ديال 2500 عام ماشي هو الواقع ديال 1400 عام، ماشي هو الواقع ديال 2023. من هذا المنطلق انا كنهضر. فمثلا كنعيشوا واحد الواقع في الولاعه، واحد الواقع في 2023 اللي دخلوا دي بارامتر، بعض المعايير وبعض المسائل اللي هي علميه تجريبيه اللي بدات كتسيبريمينا وكتنفي لينا بزاف ديال القصص وديال الاساطير الاوليه. ملي كنقول الاساطير الاوليه شحال من واحد كيأولها من ناحيه سلبيه، انه كيعتبر راسو انه هو من ذاك الاولين، واننا كنقولوا بالمعنى ديال الهوايه كنبيكيو عليه واننا غادي نحرجوه، وان لا ما بغيناش يكون الحوار في الهوايه بهذا المنطق. هذا تكون واحد الشجاعه في الحوار وفي التداول، خاصه واننا عندنا واحد الشباب جايين للولاعة راه كنتحرجوا معهم. انا كنت درت واحد الفيديو قصير، يعني واحد الاخوان اللي نهضر في هذا الموضوع، انني غادي ندير واحد الرصد ديال جميع المغالطات وداكشي، مساله ليا شويه صعبه. نذكر غير بعض الامثله اللي لا يعقل انه لحد الان باقا كتقال الهوات. ومن بعد غادي ندوز لواحد الموضوع اللي اخطر ومهم هو جدا. فمثلا في ميدان التغريد كانوا كيقولوا لنا بانه مثلا طائر في واحد العيب معين، واحد الدوبتشي ولا واحد العصور جاي كيبلور التغريد ديالو، يعني يلا انتهى من المرحله ديال التبجغيط يعني الاخير، وداخل كيقاد في الكلام ديالو انه دار واحد العيب. وهذا هذه واحد الخرافة اللي هي متداولة، وحتى أنا تلقيتها، وحتى أنا منكذبش عليكم، حتى أنايا استعملت هاد الخرافة في واحد الوقت معين، واحد الوقت اللي كان الواقع كل المعاش في الولاعة عندنا هادي كتعتبر المسلمات ولا صافي ناقشاش. كيقول لك غتشدك الطير وغادي تحيد ليه القزيبة ديالو، بمعنى أنه غادي يسكت، يعني ما يبقاش يضرب هذاك العيب، وعاد عاوتاني تصنت وغادي يحيد هاد العيب. وهذه مسألة غلط مغلوطة يعني من كل المقاييس، لا من الناحية التجريبية ولا من الناحية العلمية. راه علميا راه خلال الفيديوهات اللي درنا وداروا الإخوة راه تبتنا بأنه الطائر ديال الحسن ولا أي طائر مغريض فهو كيحفظ الريبرتوار ديالو خلال الشهرين الأولين من الحياة ديالو. كاع داكشي اللي يمكن ليه غادي يستعملو في الحياة ديالو حتى الممات ديالو كيحفظو في الشهرين الاولى، كيحفظو واحد الناحيه واحد الطريقه اللي هي كودي مشفره. المساله راه توسعت بها بزاف، واحد شي فيديوهات شرحتها علميا وتجريبيا وبالهوايه وفي الطبيعه، يعني اش كيستعمل هذاك الطائر، اش كيحفظ الحبات لي جولد بيس. اي جولد بي في عالم التغريد كيتكود في الدماغ ديالو، يعني واحد الوقت كيبدا ديفلوبي دوك لي جولد بيس على حسب التركيبه اللي عطيتيه، وكيبدا يأدي فيهم، وكيبدا يجيب الاسترسال، وكيبدا يبلور التغريد ديالو، حتى انه شي جولد بي يكون مدفون في لا ميموار ديالو، والطير يقدر يوصل لعامين ويسمع طائر قال واحد لابيل اللي في داك الجولد بي وما عمرو قالو، راه غيجبد لك هذيك الاغروده. وكانت مغالطه كيقول لا الطير كيبقى يحفظ، لا راه ماشي كيبقى يحفظ، راه علميا هادشي اللي كاين. لا هذه حتى هي من بين الخرافات، انه الطائر عامين 3 سنين راه باقي كيحفظ، لا راه ما كيحفظش، راه كتجبد منه داكشي اللي ميموريزي ما عمرو قالو، لان المقنين خاصو ضروري يدوز الحرف على 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 المنقار ديالو عاد يتمكن منه، راه يمكنش يخرجوك فحال كوكسين، لا خاصو يدوز الكوبي كتبت بيته كذا، عاد من بعد غادي يتعامل معاه على حسب الطريقه كيفاش نتايا واش عاطيني على حسب الطريق الحي ولا حسب هذا موضوع اخر تقني نقدروا شي نهار نتكلموا فيه. اذا هذه المغالطه ديال نحيد القصيبه راه باقا كتقال لحد الان. كانت مغالطه اخرى اخطر، انه كيقول لك واحد المواليح في واحد المدينه معينه اللي كانوا مشهورين بعض القضيه ديال انه الطائر حتى هو جاي كيبلور الكلاب وجاب عيب وهذا، وبغيتي انه يسكت، والخطا كبير انك تبغي الطائر يسكت. علاش بغيتي يسكت؟ زعما بغي يسكت ما يبقاش تيقول لك باش ما يولفوش، باش ما يبقاش يقولوا ياك، خطا.
كانوا ناس كيشدوا طائر قرع، تصوروا على بالكم جاي طائر من الطبيعه وكيهرس ليه الجناح ديالو. هذا من الاول مكونضانيه، ما يبجغط، ما يبلور، ما يدير حتى شي حاجه، غيبقى ساكت مهرس، كيسميه بوجنح، وباش يبقى يتصنط الماكسيموم. لماذا؟ علاش؟ شنو هو المقياس؟ علاش ما غاديش نلومو هذاك المولوع؟ لان في هذيك الوقيته الواقع ديال الولاعه والمعرفه اللي كاينه في الولاعه في هذيك الوقيته، هذه واحد 20 عام ولا 30 عام، هذاك كان هذاك هو المبلغ من العلم في هذيك المساله. الان راه حشومه اننا في 2023 ونديروا هذه المساله اللي كتسمى بالنسبه للواقع. دابا ما غاديش نطعن انا في الاخوه الاولين، نتمنى تفهموني، راه كلامي شويه كيكون قاصح وكاين كيأولوا انه ربما كنقصد ناس ولا لا. راه كيتسمى غباء، هذا غباء، حيد قزيبه نطردك الجنح. كاين اللي كيقول لك حيد لي الوقاف، هذاك كيسميو باللغه العربيه المجتم بيرشوار كسبه، يوك حيد لي كسبه، ما يبقاش يلقى فين وقف، غيبقى مبرزط غيسكت وغادي يزيد يحفظ. هاد المسائل غير لا تستقيم، يعني ما يمكنش انسان دابا نقولوا ليه في حالك. هذا ناهيك على بعض المغالطات اللي غادي، بعض ماشي خرافات ولكن خرافات اللي خطيره اخطر، اللي كتدخل في واحد الاطار ديال، نعرفوا بان دابا كاين في الولاعه ما بقاتش ولاعه ولاعه، ولات سوق، سوق داخل ليه كلشي، داخل ليه كلشي، داخل ليه المولوع، داخل ليه البيع والشراي، داخل ليه النصاب، داخل ليه الطبال، داخل ليه بزاف ديال لي بروفيل، ولا التحزب، ولا التجيش، ولا مفهوم الاتباع. هاد المسائل واقع ديالنا في الهوايه ما نطرحوش. علاش كنديرو دابا؟ كنحاولو اننا نديرو واحد النقد ذاتي ديال الولاعه ديالنا. حنا بقينا كنقابلين الجمعيات والجامعات، عطيناهم حقهم من النقد وهذا، ولكن ما كندوروش راسنا حتى حنا ننتقدوا راسنا ونعرفوا الواقع ديالنا، على اساس انه هذا الجيل اللي جاي دابا ما يرتكبش نفس الاخطاء. نشوفهم بانهم ديما راهو على واحد الاسس اللي هي متينه، تجريبيه علميه، حتى التجربه غايقول لي شحال من واحد، ولكن التجربه مثلا كدرت هذه القضيه وصدقات لي، راه مفهوم التجربه الا صدقات لواحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا 20، راه صافي بادر بانها ممكن انها صافره. من الاحسن تقول ما عارفش وما تقولش ليه دير هادي، انا جربتها ودرتها وخرجت لي. هذا هو المفهوم، النطاق فين بغيت يكون واحد الحوار، ماشي على مستوى معايا انا، والحوار يكون في جميع المستويات ديال الموالي، انه يتكلموا في هادشي، يبداو يفهموا بانه كيفاش المنهجيه، كيفاش يعرف بانه هاد الطريقه صحيحه ولا ماشي صحيحه، كيفاش هاد السلاله ولا هاد لاراس ديال المقنين كتحفظ ولا ما كتحفظش. وكنحيي الاخ مجيد ربوح، شكرا خويا مجيد على الكلمه اللي قلتي في حقي في الفيديو الاخيره، فنعاود نقول لك خويا انت. ونتمنى انه الحمد لله رب فاهمين انا وياك، ما عندناش اشكال، لان انت بحال دابا مجيد ولا الاخوان كاملين كيتعبروا، كنعتبرهم منابر ديال ماشي ديال التنظير ولكن ديال تمرير المعلومات. نتمنوا انه الاخوان كاملين اللي كيديروا لي فيديو يكونوا على واحد المستوى، يعني ديال التفاهم وديال التنسيق من ناحيه لي ميساج اللي كيدوزوا للموالع الشباب. الناس راه كيتبعوا، الناس عندهم واحد الشغف واحد العطش للمعلومه، وخاصه واحد مثلا عندهم ممارسه وقديم في الولاعه، انه اي حاجه كيقولها كيكونوا منتظرين انه يقول لهم شي حاجه اللي ما عارفينهاش. وهادشي عشتو انا، كنجلسو كنبقاو نتصنتو على المولوع اش كيقول، كيبان لينا كيقول العجب شي حاجه، ولكن مع مرور السنين مع تغير ديال الواقع ديال الولاعه والتطور العلمي في ميدان تغريد الطيور، تغريد الطيور راه علم قائم بذاته، حنا اللي غايبين على هادشي. كاين دراسات للاسف، كاين دراسات بالانجليزي، وصعيب انك يعني تغوص في داك الشيء، خصك وقت طويل، والحياه ما كتخليش انك تفرغ لهادشي، ولكن الناس اللي عندهم الوقت خصهم يتفرغوا لهادشي.
يبحثوا علميا في ميدان التغريد ديال الطيور، و يديروا مقارنه ما بين ما داكشي توصلوا ليه من دلالات ومن من من هذا في العلم بالتجربه ديالهم والتجربه ديال الاخوان الاخرين. هذه المقاربه اللي كنحاول نديرها في المسار ديالي. يعني انا عندي واحد التجربه، انا عندي خرافات ديالي وعندي كنقول خرافات، شي حاجه درتها وصدقات ليا ولكن ما صدقاتش ليا مره اخرى، هذيك راك ما اعتبرهاش انا راه ما نقول جي صافي، لا كنبقى نشوف شنو هما المسائل توصلنا ليها حنا المولي في الهوايه اللي عندها واحد الاثر في العلم ديال التغريد. وحاجه اخرى مهمه، شي دابا هادو اللي داروا الدراسات في العلوم ديال التغريد ديال الطيور بريكانو، راه محتاجين للمالي تجيكم غريبه، راه محتاجين لهاد لاباز الطوني، هاد الكم ديال المعلومات التجريبيه اللي عندنا في الاولى. حنا راه كاين القليل فينا مدوز واحد 25 عام، ولا كنهضر على الجيل ديالنا 25 عام ولا 30 عام ديال الاولى، يعني عندك واحد الباكاج، واحد الممارسات، الملاحظه، لان التجربه دائما كترتكز على الملاحظه، وكتقول غادي ندير هاد التجربه باش نفيريفي هاد الفرضيه، انه الا درت التجربه راه ممكن هاد الفرضيه اللي حطيت ان ممكن يكون عندها واحد اما اثر سلبي ولا ايجابي. هذا هو المفهوم ديال هادشي. فنحاول ما نديرش فيديوهات طوال، لان غادي تكون مجموعه ديال لي فيديو. هذه كانت كمقدمه للموضوع ولا الحوار اللي بغيتو يكون جماعي هنا في لي جروب ديال الواتساب، في الفيسبوك، في اي منصه، انه الاخوان يبداو يتداولوا، وحتى الناس ديال الناس ديال الفاج هذوك مشكلتهم كبيره بزاف، مشكل كبير في الفاج، لان انا لحد انا دخت هادشي ديال الامراض والتداوي والتوالد، هادشي كلشي هادو الناس ديالهم ديال الاختصاص، ثم كندعوهم انهم ينورونا ويحاولوا يمشي معنا في هذا الطرح هذا، باش المنظومه ديالنا كلها تكون واحد شويه واحد الصحوه، واحد باش نوضعوا حد لبعض الممارسات اللي هادشي كيولي فيه النمطيه. ومن كل عام، كل 5 سنين، كل 10 سنين كنسمعوا نفس الخطاب، نفس الممارسه، هذا بنادم كيتحد، راه ما كتبقاش تلقى معاه من دي وتجيب في الهضره، الا خصك انت تشد الصف وتبغادي معاه في هذاك الشيء ديال. إذا هذا مهم، هذا كان كفيديو يعني في إطار اللي يبغينا نمشيو فيه، نقدر نعتبروها سلسلة على قدر المستطاع، من خلال التفاعل لي كومونتير وداك الشيء غادي تعطيولي بعض لي زيليمون اللي نقدر نديفلوبيهم على حسب المنظور ديالي تاعنا. وهادشي اللي كان الإخوان، نتمناو أنكم تلقاو هاد الرسالة ولا هذا بواحد الصدر الرحب. ما كاينش شد ليا نقطع عليك، ونعاود نقولها، راه حنا مقصرين في الهوايه، ولكن بغينا نقصرو بطريقه اللي هي زوينه، ماشي نقصرو بغباء، هذا ما نقبلوش. وتحياتي للاخوان، السلام عليكم.